اخر بارت بقى في الليسون بتاعنا الجميل ده يا صديقي الجميل، بيكلمك على تيست بسيط جدا. التيست ده ايه؟ مش هقول حاجه ريجنت جديد، بس هنلعب لعبه ونجربها. اللعبه دي جميله جدا. انا هنا هجيب لك 3 تيست تيوبس. ملخص اللعبه ديت، لو الانزيم اشتغل الريجنت ما يشتغلش. طبعا انا بكتب باختصار عشان انا معايا. طب لو الانزيم ما اشتغلش الريجنت يشتغل. زي هنا مثلا نحط ايه؟ تعال نلعبها على لعبتي الناس، انا شرحت في الفيديوهات اللي هناك ايه حاجه مختلفه، شرحت الاسترش وشرحت مين اللي هو البيبسين. هنا هشرح بقى الترابسين عشان نقول الجديد يا معلم اللي ممكن يجي فين. ايوه سامحك والله، وانت بتقول يا ياسين الامتحان. ماشي يا معلم، هجيب هنا البروتين وهجيب انزيم الترابسين، وهجيب انزيم يا صاحبي الترابسين، وهجيب معاهم البي اتش اللي هي كام؟ للزن الايد، هخليها للزن ايه؟ الايد، اقل من الايد، وهحط عليها بفر سولوشن. البفر سولوشن ده عشان اخلي الرقم بتاع ايد ده ما يتغيرش، اثبته. ومن فوق يا صاحبي هحط مين؟ هحط البايرت ريجنت بتاعنا. هنا برضو بروتين بلس مين؟ ترابسين. تمام؟ بلس مين يا صاحبي؟ مور زان ايد. مور زان كام؟ مور زان الايد. برضو هحط عليها بفر سولوشن عشان ده ما يتغيرش، واحط عليها من فوق بايرت ريجنت. طب هنا هخلي مين؟ بروتين بلس ترابسين، وهخليها عند الايد بالظبط عشان يعرف يشتغل، واحط عليها البفر سولوشن عشان اثبت البي اتش، واحط هنا البايرت ريجنت. تعال نشوف بقى اللعبه بتاعتنا، هل الترابسين بيشتغل عند لزان ايد؟ قال لك لا، يبقى الانزيم كده مش هيشتغل، يبقى البايرت ريجنت هو اللي هيشتغل. مش قلنا واحد من الاثنين بس اللي بيشتغل؟ هنا البايرت ريجنت هيشتغل، وهيحول ده من اللون بتاعه من بلو لفايلوت، يعني ده هيبقى فايلوت لان الريجنت اشتغل. طب هنا هل التريبسن هيشتغل؟ لا، لان هو مور زان الايه؟ يبقى هنا البايرت ريجنت الكلر هيتغير يبقى فايلوت. ماشي يا معلم. طب هنا التريبسن هيشتغل؟ اه، عشان هي ايه؟ وانا مثبتها، يبقى التريبسن هيشتغل على البروتين، وهيخليه ايه بقى يا معلم؟ بولي بيبتايد. هيخليه ايه؟ بولي بيبتايد. اه، هل كده البايرت ريجن تعرف يشتغل عليه؟ قال لك لا مش عارف يشتغل عليه، فيفضل لونه بلو. هيفضل ايه يا صديقي العزيز؟ لونه بلو، مش هيعرف يتغير. تمام كده يا صديقي؟ زي الفل زي الفل. تعالى نعملها مثلا عيد تاني بتاعت الاستارش.